مشاهدينا نحييكم من جديد. تجريم الدروس الخصوصية هل يؤدي إلى الزج بالمعلمين داخل السجون؟ دكتور علاء خلينا، هيبقى انت حضرتك بتقول ان احنا خلاص يعني انتهيتوا من مشروع القانون، الملامح الرئيسية، وفي النهاية الكلمة النهائية للمجتمع، ما يرتضيه المجتمع يصير على الكل. طب مين هم ممثل المجتمع؟ لكن انتم كوزارة، انتم كوزارة متحمسون له، عازمين على مناقشة. سيادة الوزير هيناقش المشروع اولا مع مجلس الوزراء، عقب ذلك هيتم رفعه الى مجلس النواب. طب ممكن مجلس النواب هو من يمثل الشعب. استاذ وائل عايز تقول ايه؟ حضرتك وزير التربية والتعليم، حضرتك ممثل وزارة التربية والتعليم؟ مستشار قانوني للوزارة. وزير التربية والتعليم ما قالش الدروس الخصوصية ليست مشكلة، ولا يجب معاملة الدروس الخصوصية كلعبة القط والفار، والدروس الخصوصية تسري العملية التعليمية؟ حصل ما حصلش. الخصوصية هتنتهي من تلقاء نفسها يا فندم. انا ماليش علاقة بالكلام ده. قال ولا ما قالش يا فندم؟ لا، الدكتور طارق شاوي الوزير الحالي لا يهاجم الدروس الخصوصية. لا يا فندم، قال ولا ما قالش؟ مش هيكون عندي انا ما سمعتوش. لا ازاي يا فندم؟ قال يا فندم. قال يا فندم، هجيب لك التصريح ده، قال على الهواء معانا في حلقة يهاجمها بشدة. ازاي يا فندم؟ ازاي يا فندم؟ يا استاذ اسامة، هل انت ترى ان المجتمع راضي عن ظاهرة الدروس الخصوصية، وان ولي الامر يدفع ما يدفع لمعلم الدروس الخصوصية عن طيب خاطر أم لا؟ حضرتك يعني بعد إذن السادة. لا بعد إذن السادة. أنا عايز إجابة بناء على ما أعرفش. إجابة بناء على ما أعرفش. في ولي الأستاذ علاء. إجابة بناء على ما أستاذ وائل. في ولي أمر نعم، وفي ولي أمر لا طبعا. في نعم وفي لا. لا لا لا، الغالبية العظمى. من يا حضرتك يا فندم، المجتمع يا ان من مشكله الدروس الخصوصيه نظرا لانه يدفع الاسره. طب ما هو هيقول لك، هو انا حرامي باخد منهم بالظبط كده؟ بالظبط. هو ولي الامر بيخبط عليا ولا لا يا فندم؟ ما الذي جعل ولي الامر يلجا الى ان 25% من دخل ولي الامر من الاسره، من دخل الاسره المصريه يدفع للدروس الخصوصيه؟ يا لو ان ال 25% دي اللي هي من 30 ل 40 مليار جنيه سنويا تنفق على الدروس الخصوصيه وتوضع في جيوب معلم الدروس الخصوصيه، لو انه صحيح. تم ضخها في الاقتصاد المصري تمام، لا احداث بيوديها فين؟ 40%. انت عايش يعني هيطلع المعلم في النهايه هو سبب انهيار الاقتصاد المصري؟ طبعا. احد يا استاذ وائل، بس انا ما كملتش كلمتي. يا استاذ وائل انا ما كملتش كلمتي خالص. الفصل الثاني يا دكتور احمد، انا ما كملتش كلمتي. ما اجمل الارقام التي تقال على الهواء يا ال 40% اللي حضرتك بتتكلم عليهم ده. انا لو انا مدرس وبدي درس، انا باخد من ابن الجزار وابن الكذا وابن كذا دي كلها، وبجيب عقار وده بيعمل، عشان ما نقولش ان دي بره المنظومه الماليه اللي موجوده. لكن انا بتكلم موضوع التجريم اللي حضرتك بتتكلم عنه، اولا هي بره المنظومه يا اسامه، بسبب سعادتك انها بتقتصر على فئه قليله يا فندم. بس بينما لو يعني 40 مليار دول كل الاسر دي يا وائل بيه هتبقى يا فندم في سناتر عباره عن فيلل 6 اكتوبر اكثر نفس. لا يا جماعه، سناتر فيلل يا فندم. بقول لحضرتك السنتر، انا بشوف يعني عماره كده وخلاص، يعني فيها واحد دورين ثلاثه. هو تعريف السنتر ايه يا دكتور علاء؟ انا عايز اقول لحضرتك كتب باسم السنتر، شاليهات دكتور علاء. ده حقيقي. ما فيش شاليهات يا فندم، في مافيا للدروس الخصوصيه. بلاش كلمه. لا لا لا، لو سمحت بلاش كلمه مافيا. لا 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 لا، يبقى في مافيا في المحامين والقانونيين. في مافيا للدروس الخصوصيه. لا لا لا، مفيش حاجه اسمها. احنا هنرد على اللفظ دوت يا دكتور. يا فندم ثلاثة يتكلموا، هسمعوا بعد كده. انا ما بتكلمش عن المعلم. لا لا لا، مش كده. لا ما بتكلمش عن المعلم يا دكتور. انا بتكلم عن من يدير. انا بتكلم عن من يدير يا فندم. انا ما بتكلمش عن المعلم. انا ما بتكلمش يعني عن المعلم. يعني ايه سنتر يا دكتور علي؟ تاني يعني معلش ثواني بس. ثواني اكمل. انا ما بتكلمش عن المعلم، انا بتكلم عن من يتربح ومن يدير فيلل للدروس الخصوصيه. يعني ايه سنتر؟ طيب انا ما بتكلمش عن المعلم. يعني ايه سنتر برضه؟ اكيد تاني، انا ما بتكلمش عن المعلم. سنتر يعني ايه؟ بعد اذنك يعني مركز. سنتر يعني مركز فيه 50 مدرس. ارد على الدكتور بس يا جماعه. اتفضل. يا دكتور، يا دكتور، حضرتك بتحمل المعلم مشاكل التربيه والتعليم كلها يا فندم. حضرتك بعد ما تحمل المعلم. لا لا، لو سمحت يا فندم. المعلم انا اكمل بس. انا ما اتكلمش خالص. بس لما تطلع يا فندم يا فندم، حضرتك بتشيل يا جماعه بس لو سمحتوا. لو سمحت يا فندم، حضرتك بتشيل المعلم الليله، بل اخطاء التربيه والتعليم كلها اللي حضرتك سبب فيها. حضرتك رجعت خمسه ابتدائي، لا شلت خمسه ابتدائي. حضرتك الثانويه العامه سنتين، لا الثانويه العامه سنه. انا اللي خليت كليه الطب 99%؟
انا اللي اخليه كليه هندسه 94%؟ ولا سيادتك احنا بنقول في منظومه جديده هتقضي على هذا الكلام. حضرتك لو في لقاء يا فندم بس اكمل بس شوقي. انا ما اتكلمتش بس لو في لقاء حضرتك الدكتور طارق شوقي. طيب هو بس هم مطوقين في ملامح. انا كلمه بس يا دكتور. الدكتور طارق شوقي في المؤتمر العالمي للتعليم او كان عامل مؤتمر في التعليم قال عليه الكلمه اللي انا بقول عليها ديت، الدروس خصوصيه تسرع عمليه التعليم. حضرتك ممكن ترجع اولا. ثانيا الدروس خصوصية، انا عاوز افهم حاجة، الطالب مين اللي بيخلي الطالب ياخد درس؟ حضرتك لازم تسأل نفسك كويس قوي، الطالب بياخد درس ليه؟ اكمل بس لو سمحت. اقول لك مش انت بتسأل، انا هجاوب. انا بس اكمل بس. حضرتك حولت المدرسة لطارد للطلبة. حضرتك لا في انشطة في المدرسة ولا في ولا في ولا في ولا في. حضرتك بتروح الطالب مثلا كعقاب، ما حببتش الطالب في المدرسة. حضرتك بتقول لي ان انت هتعمل نظام تعليمي جديد تخلي الثانوية العامة 3 سنين. تخلي الثانويه عامه 3 سنين وترجع تشتكي دروس خصوصيه. طيب يعني بدل بس انا لحظه بس طيب. بدل ما يا بس يا جماعه لو سمحتوا، بس كلمه مافيا مافيا لانها ربما تحولوا من عصابات. يعني ما تكلمش يعني بدل مواليد الامر يا دكتور. يعني احنا ما كناش في قضاء كنا هنرجع له، بس هو خلاص هو قال لا انا ما اقصدش المعلم. ما تكلمش عن المعلم، احنا لا نسمح ان المعلم يهين. يا فندم يعني كفايه قوي ان احنا بنهار يوميا. مش هنسمح ان احنا خلاص. وحضرتك قلت ان انا من يدير السنتر رجعت عن كلامي بطريقه. يا استاذ دكتور احمد لو سمحتوا يا جماعه كلكم تكلموا حضرتك في مزيد من التخبط. طيب ما زلت بتخبط، والنظام الجديد بتاع التربيه والتعليم حضرتك بتقول لي هتمنع دروس خصوصيه. اديني اماره، قول لي. هقول لك اديني اماره واحده ان انت تخلي الثانويه عامه 3 سنين. الطالب يروح المدرسه ياخد درس ثانويه عامه 3 سنين، يعني مجبر ياخد دروس في اولى والثانيه والثالثه. طيب على طول على نظام التعليم اللي هو كان الطالب ليه بياخد درس خصوصي؟ الطالب ليه بياخد درس خصوصي؟ خلينا بس نقول الطالب ليه بياخد درس خصوصي. الطالب مش رايح مش جاي عشان المدرسه ماتت. انا بس عايز اقول والمدرسه لما تموت دي مسؤوليه وزاره التربيه والتعليم. الطالب عايز يعرف ازاي يحل امتحان. الطالب عايز يحفظ. الطالب عايز مفتاح الحل. الكلام ده مش هيكون موجود. احنا بنقول طيب. ان النظام الجديد مبني على محورين اساسيين. لو سمحت ما تقاطعنيش. طب ما انتوا عارفين ان اللي هو التفكير لو هي مشكله ومش هيكون الامتحان بهذه الكيفيه. هتكون عدة امتحانات. لا المدرس مسؤول عنها. مدرس خلاص. طب خلاص. ولا المدرس مسؤول. اعتقد ان التلميذ هيكتفي ان العلاقة تكون بينه وبين ورقة الامتحان دون وسيط الدروس الخصوصية. لان مش هيكون عندي اصلا فكرة الحفظ. طب ما حضرتك عندك الحل يا فندم. عشان كده بنقول ان ده حل مؤقت. حضرتك حلتها بالجرم. عشان كده نقول ده حل مؤقت. ليه بقى حضرتك طالما هي الموضوع سهل كده ليه حضرتك وصلت بس على لو سمحت يا دكتور مش هينفع النقاشات كده يا جماعة. هو جزء من ثقافتي. احنا بنخاطب ناس يعني. طالما انه الحل سهل وبسيط كده ليه انا حاطط المعلم في الكورنر وعمال اضرب فيه بالبتين المعلم ليه؟ هو ليه وزاره التربيه والتعليم؟ ما هو ده اللي بيحصل. انت بتشعرني ان وزاره التربيه والتعليم عامله المعلم لوحه تنشين وانا بتنشن. ايوه يا فندم الكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده موجود مثبت من كل مواقع. استاذ محمود عطيه منصف.